ان اداره هدرسفيلد الانجليزي، وقال لهم ان هو ملتزم بالعزل في المنزل. واكيد اكيد الانديه الكبيره يعني او الانديه المحترفه يعني بتتواصل مع كل لعيبتها، حتى لو لعيب معار يعني يطمنوا عليه في ظل الظروف الحاليه اللي بيمر بيها العالم كله. فاكيد تواصلوا مع رمضان صبحي، ورمضان اكيد ملتزم كمان بالعزل في المنزل، وان شاء الله نتمنى السلامه للجميع. يعني احنا عارفين رمضان معار للنادي الاهلي من هدرسفيلد لنهايه الموسم، بس يعني الجديد في الملف ده هنشوفه مع نهايه الموسم برضه، الاهلي هيقدر يشتريه مش هيشتريه، القصه بنتكلم فيها كل يوم، بس دايما بيبقى السؤال موجود على رمضان صبحي. يعني اليوم السابع واخر خبر، محمد محمود هيرجع امتى؟ وفي تحسن ملحوظ جدا في اصابه محمد محمود او في البرنامج التاهيلي بتاعه والعلاج الخاص بيه. يعني اتقال كده او طبيب النادي الاهلي اعلن ان محمد محمود خلال شهرين يقدر يرجع التدريبات. الواحد كان متوقع انه ممكن يرجع خلال 4 أو 5 شهور، اصابه الرباط الصليبي قويه شويه، وثاني مره تيجي محمد محمود يعني ورا بعض. فهو عمل الجراحة على ما أتذكر في شهر 10، من شهر 10 ليه دلوقتي احنا في شهر 3 مثلا، يعني ادي 11 12 1 2 5 شهور، حط عليهم شهرين يبقى 7 شهور. وهو فعلا الجراحة دي بتاخد من 6 ل 9 شهور عشان ترجع للملاعب. ان شاء الله بإذن الله نتمنى له العودة، لانه لعيب مميز جدا يعني، وبيقال يعني ان هو ماشي بشكل يفوق كل التوقعات بالنسبه لمحمد محمود في جزئيه التعافي من اصابه الرباط الصليبي، اصعب اصابات كره القدم. طيب دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، لسه عندنا بعض الاخبار المحليه والعالميه.